الكبيرة التي حققتها خلال العام الماضي. ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان السيد سركيس نزار، محلل أول للأسواق المالية في مجموعة إيكويتي. أستاذ نزار، بداية مرحبا بك، وبعد مكاسب تجاوزت 65 مليار دولار العام الماضي، أصبحنا كثيرا يعني نسمع عن صناديق التحوط أو الهيج فاندز، هل لك بشكل عام أن توضح لنا ما هي هذه الصناديق وما الفرق بينها وبين الصناديق الاستثمارية أو الصناديق الاستثمارية المشتركة؟ نهاركم سعيد. بالفعل أصبحنا نسمع كثيرا عن الهيدج فاند أو صناديق التحوط، وبداية قبل كل شيء أود أن أوضح للسادة المشاهدين بأن هنالك مصطلح قد يساء فهمه وهو التحوط. فصناديق التحوط معلومة لدى عديد من الناس أنها ذات مخاطرة قليلة، لكن في الحقيقة منذ أن نشأت صناديق التحوط في أربعينات القرن الماضي تم استخدام مصطلح التحوط للإشارة إلى أنها صناديق استثمارية قادرة على الاستثمار في قطاع واحد بيعا وشراء للأسهم، وبالتالي هي عبارة عن محافظ استثمارية ذات مخاطر عالية، وليس كما هو السائد في معرفة العامة بأنها ذات مخاطر قليلة. الآن النقاط الأساسية في وجه الاختلاف ما بين صناديق التحوط وصناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار المشتركة تكمن أولا في نوعية الاستثمار. فالصناديق الاستثمارية المألوفة قد يكون فيها توجه أقل ما كعدد أصول أو توجه إلى قطاعات، أو خلينا نحكي إلى مجموعة من الأسهم منه في صناديق التحوط. فصناديق التحوط أمامها الكثير جدا من الأدوات المسموح الاستثمار فيها. وهنالك نقطة أساسية أخرى في صناديق التحوط، هي أن مدراء صناديق التحوط يضعون أموالهم الخاصة داخل هذا الصندوق. وهذا يلغي لبعض الناس احتمالية أن يكون هنالك تلاعب من مدير المحفظة وتضارب في المصالح. من جهة أخرى يجب أن نعلم أيضا بأنه في المحافظ الاستثمارية أو صناديق الاستثمار المعتادة من الممكن للعامة المشاركة والاستثمار فيها. أما بالنسبة لصناديق التحوط فلا يمكن لأي شخص كان اعتباري أو معنوي المشاركة في هذه الصناديق إلا إذا استوفى شروط محددة، كأن يكون شركة كبيرة أو جهة كبيرة مثل الجامعات، مثل بعض البنوك أو الجهات الاستثمارية، أو أن يكون أيضا شخص دخله على سبيل المثال في الولايات المتحدة يفوق 200 ألف دولار سنويا، ولا يستطيع في الولايات المتحدة من يقل دخله السنوي عن هذا الحد أن يدخل للاستثمار في صناديق التحوط. ومن المميزات أيضا التي تميز فيها صناديق التحوط بأنها قادرة على العمل بالمشتقات المالية والبيع على المكشوف، عكس الصناديق الاستثمارية العادية التي تقوم عادة بالشراء ثم انتظار الأصول ليرتفع سعرها وإعادة بيعها على ربح أو خسائر في حال انخفضت الأسعار. فهذه هي النقاط الأساسية التي تخالف فيها صناديق التحوط الصناديق الاستثمارية العادية. ونقطة أخيرة من هذه الفروقات أيضا هي أن صناديق التحوط تستطيع الاستثمار تقريبا في عدد أكبر من الأدوات الاستثمارية منه في المحافظ الاستثمارية العادية. نعم يعني نريد أن نفصل في هذا الموضوع تحديدا، ولكن إذا كانت يعني صناديق التحوط تستطيع الاستثمار بمجموعة أصول أكبر يعني من تلك التي تستطيع الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار المشترك الاستثمار فيها، يعني هل لك أن توضح لنا يعني بشكل أبسط بماذا تستثمر هذه صناديق التحوط هذه، وهو ما هو مجال عملها بالتحديد؟ الآن كاختصار لكل حديث القادم أستطيع أن أقول بأن صندوق التحوط يحق له ما لا يحق لغيره. فيستطيع الاستثمار في كل شيء تقريبا، مشتقات مالية، أدوات دين، إصدار أدوات الدين، شراء السندات، أسواق الأسهم، الأصول نفسها إن كانت عقارات أو غيرها. فصناديق التحوط قادرة على الاستثمار في مجموعة كبيرة جدا من الأدوات تكاد تكون تشمل أغلب الاستثمارات المسموحة دوليا. لكن هنالك نقطة مهمة من الاختلافات أيضا التي أعود لها بالنسبة للصناديق الاستثمارية العادية. صناديق التحوط قادرة على العمل بطريقة تسمى الأربيتراج. ما هذا الأربيتراج؟ هو فتح محافظ استثمارية في عدة دول
حتى لاستغلال ثغرات النظام وحتى بطء الانترنت. فعلى سبيل المثال يستطيع صندوق الهيدج فاند ان يفتح على سبيل المثال محفظه في طوكيو واخرى في الولايات المتحده، وفي حال حصل هنالك بعض التاخر في الانترنت لاي سبب كان يستطيع شراء سهم في احد البورصات وبيعه في لحظه اخرى في بورصة أخرى لاستغلال الفرق السعري بينهما، وهذا أمر غير مسموح لغيره من المحافظ الاستثمارية. فباختصار أستطيع أن أقول صندوق التحوط له القدرة على الاستثمار في كل شيء بما يشمل التغيرات الاقتصادية، التغيرات حتى السياسية مهما كانت يستطيع الاستثمار فيها. صندوق التحوط قادر على الاستثمار في الشركات المتعثرة. يعني لو تدعنا نلقي الضوء أكثر على هذا عن دورها في الأزمات الاقتصادية والسياسية خاصة التي حصلت في العالم في ظل الوباء. بالفعل صناديق التحوط بداية يجب أن نعلم بأن آخر التقديرات الرسمية كانت لصناديق الهيدج فاند المعتمدة 3.6 تريليون، أي 17% من حجم نمو الاقتصاد الأمريكي، وارتفعت خلال 2021 بشكل إجمالي عالميا لما يقارب أو أكثر من 5 تريليون دولار. هذه الأرقام الهائلة تترك لدى هذه المحافظ قوة هائلة تستطيع هدم دول، تستطيع أيضا أن تؤثر على أسواق. وأشرت قبل قليل بأن من اختصاص صناديق التحوط الشركات المتعثرة في عام 2020 في أزمة كورونا، وفي عام 2021 مع التعافي الاقتصادي عانت الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة من عسر مالي أو نقدي. بحثت صناديق التحوط عن الشركات التي كان فيها عسر نقدي. ما هو العسر النقدي؟ هو أن الشركة تمتلك أصول لكنها مهددة بالإفلاس لأن ليس معها نقد كافي أو كاش. فتقوم صناديق التحوط بالتوجه لتلك الشركات لتقديم قروض بشروط صعبة جدا، حتى أن صناديق التحوط من الممكن أن تقدم لبعض الجهات الرسمية في بعض الدول القروض، لكن بشروط صعبة وشروط صارمة. ولا يوجد للشركات المتعثرة القدرة للنفاذ إلى البنوك لأخذ قروض بالشكل الطبيعي. فصناديق التحوط تقوم بتقديم هذه القروض أو حتى شراء سندات تلك الشركات المتعثرة. وأعود بالذاكرة إلى عام 2008 عندما كان واحد من أسباب الانهيار الكبير في أسواق الأسهم الأمريكية صناديق الهيدج فاند أو صناديق التحوط، عندما قامت بالبيع على المكشوف بما أنه لديها القدرة قانونيا على البيع على المكشوف، وكانت أحد أسباب التي ضغطت أسواق الأسهم. وهذا مثال بسيط، حتى أن الفدرالي الأمريكي في عام 2008 وضع قانونا أن يحد من قدرة البيع على المكشوف. فتستطيع هذه المحافظ التي إن صح أن نقول ملياريا والتي بمجموعها تريليونية أن تحرك اقتصادات، أن تحرك سياسات. فنحن هنا لا نتكلم عن محفظة بمليار أو 2 مليار أو 100 مليار، بل نتكلم عن محفظة استثمارية 17% من نمو الاقتصاد الأكبر في العالم الذي قيمة نموه 21 تريليون. فهنا نقول بأن مجال عمل الهيدج فاند أو صناديق التحوط حتى في الأزمات الاقتصادية هنالك فائدة لها، لأنه واحد من أساليب عملها هو شراء أسهم شركات في قطاع على سبيل المثال التكنولوجيا وبيع شركات أخرى في نفس القطاع، ومن هنا أخذنا اسم الهيدج أو الهيدج فاند التحوط. ومن هنا تراقب الشركات أو تراقب الهيدج فاند الشركات المهددة بالإفلاس المهددة بالتعثر لتقوم ببيع أسهمها على المكشوف مقابل شراء أسهم أخرى، وهذا بالفعل يساهم بالضغط أكثر إن كنا نتحدث على مستوى شركة، على مستوى سوق، أو حتى على مستوى دول. نعم، من واقع مراقبتك أستاذ سركيس، يعني كيف تقيم أداء صناديق التحوط خلال العام الماضي 21، خاصة وأن المكاسب بلغت 10% مقابل مكاسب تجاوزت 24% للأسهم الأمريكية؟ بالضبط كما تفضلت، هذه النقطة الأساسية التي أود إثارتها في هذا الموضوع، لأن الكثير من المتابعين والكثير من المهتمين في الأسواق المالية سمعوا بأرباح قياسية للهيدج فاند أو صناديق التحوط، لكن
يجب أن نعلم بأن صناديق التحوط حققت بالمجمل حوالي 10%، وضمن الصناديق التحوط الكبرى حققت 12.3%. إذا نظرنا إلى مؤشر S&P وهو مؤشر لأكبر 500 شركة أمريكية، نعم، حقق 26.8. مؤشر Standard & Poor، هذا المؤشر هو مؤشر ممكن استثمار فيه بسهولة وبدون تكاليف. تكاليف الاستثمار في الهيدج فاند تشمل أولا التكاليف الإدارية بمتوسط 2%، ربما تقل أو تزيد عن ذلك، وأيضا مدراء محفظة الهيدج فاند يأخذون حوالي 20%، وبعض الأحيان تصل إلى 50% من أرباح المحفظة. بينما إذا نظرنا لمؤشر S&P الاستثمار المباشر فيه تكاليفه أقل كثيرا، وبالتالي حقق مؤشر ستاندرد أند بورز الأمريكي أرباح كبيرة جدا بالمقارنة بالهيدج فاند التي بالفعل حققت أرباح قياسية. لكن هنا أود أن أدخل معامل التضخم. قلنا بأن متوسط الهيدج فاند في العالم أو صناديق التحوط حققت عائد حوالي 10%. التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال 2021 كان 7%، وهذه القيمة 7% يجب خصمها من الأرباح 10%، لأن القدرة الشرائية للنقد تنخفض. بالتالي العائد الحقيقي للهيدج فاند خلال 2021 لمواطن أو جهة أمريكية استثمرت في المتوسط 10% أرباح هي فقط 3%. وآخذين بعين الاعتبار أن الهيدج فاند ذات مخاطرة مرتفعة جدا، إذا كمفاضلة تقييمي سيكون سيء بالنسبة للهيدج فاند. طبعا هنا لا أنصح أو لا أبعد الناس عن الهيدج فاند، كل واحد له رأيه الخاص، لكن في جهة علمية وبنظرة اقتصادية علمية يتم طرح التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للنقد من الأرباح المتحققة، ويضاف عليها أيضا طرح المخاطرة الابتدائية، فبالتالي الاستثمار يجب أن يتم رفضه باعتقادي الشخصي والتوجه لاستثمارات أخرى. أذكر مؤشر ستاندرد أند بورز 26.8، داو جونز 18%، ناسداك أيضا 21%. هذا إذا انتقلنا أيضا إلى مؤشرات أخرى، حتى في الوطن العربي لدينا مؤشرات ارتفعت بشكل ملموس، أسهم حققت عوائد كبيرة، لكن بالنسبة للهيدج فاند ومقابلة عوائدها المرتفعة فتقييمي قد يكون أما حيادي أو الابتعاد. نعم نعم. طيب التوقعات تشير، الكثير من التوقعات تشير أستاذ سركيس إلى أن الأصول في صناعة صناديق التحوط تقترب من 5 تريليونات دولار خلال العام الجاري. هذا يوازي، يعني هذه أرقام كبيرة توازي موازنات دول كما تعرف. هل تنصح بالمشاركة في صناديق التحوط أم لك رأي آخر بهذا الخصوص؟ زبدة الحديث بالنسبة لرأيي عن هل أنصح للاستثمار، الاستثمار بشتى أنواعه أنصح به وبشدة، وكان الاستثمار سابقا خيار لكنه الآن أصبح إجبار. يجب على كل شخص أن يجد ما يستثمر به، لأننا الآن في مرحلة وأتوقع خلال 2022 أن يبدأ الناس بالسماع عن أزمة تسمى أزمة التضخم العالمية، والتي قد تتسبب بتهالك القدرة الشرائية للنقد. لكن إذا أردنا رأيي تحديدا في الاستثمار في الهيدج فاند، هنا لا يجب أن أستثني أنها قد يكون أحد الخيارات، لكن ليس هو الخيار الأمثل. إذا عدنا 10 سنوات سابقة، خلال 10 سنوات سابقة كمتوسط الهيدج فاند أو صناديق التحوط لم تحقق ثلث عائد مؤشر ستاندرد أند بور. فإذا كان هنالك مفاضلة فأنا أفضل الاستثمار على سبيل المثال في الأسهم، ومنها الأسهم الأمريكية. يعجبني أيضا اختبار قام به وارن بافيت عندما أشار إلى تحدي. التحدي كان هو أن يبحث عن استثمارات في أفضل صندوق استثماري خلال فترة زمنية معينة. وبعد انتهاء الفترة الزمنية المعينة أعلن وارن بافيت، مع أنه هو عبارة عن مدير محافظ، أعلن بأن من استثمر في مؤشر S&P 500 الأمريكي حقق عوائد أعلى بكثير من من اعتمد على مدير محافظ. من اعتمد على مدير محافظ حقق بمتوسط 5%. طبعا هذا قبل خصم المصاريف، لكن من استثمر في مؤشرات أسهم في أسهم أو تحديدا مؤشر ستاندرد أند بورز حقق 14% كمتوسط سنة. وبالتالي إذا أردت أن أنصح في توجه للاستثمار، يجب أن يعتمد كل شخص على
قدراته على تحمل المخاطرة لاختيار الاستثمارات المناسبة له. الأسهم واحدة من الخيارات الجيدة، لكن هنا يجب أن أشير إلى أن اختيار الأسهم يجب أن يعتمد على أصول علمية وليس عشوائيا، وأن يقيم كل شخص المخاطرة التي يستطيع احتمالها. لكن مرة أخرى أقرر بأن الاستثمار في السابق كان خيار والآن أصبح إجبار، لأن الأزمة القادمة على العالم في 2022 وقد بدأت فعلا هي أزمة التضخم والظروف السياسية العالمية قد تزيد من تفاقم هذه الأزمة. نعم، بناء على هذا الكلام، يعني برأيك ما مدى اهتمام المستثمرين والشركات بشكل عام في الشرق الأوسط بصناديق التحوط، بأداء الصناديق الإقليمية خلال 2021، وهل الوباء هل كان له أي أثر في المكاسب العالمية بهذه الصناديق؟ بالفعل، أولا سأتطرق لموضوع الوباء. لا شك بأن الوباء كان له دور كبير، فكما أشرت خلال حديثي قبل قليل بأن صناديق التحوط تعتمد على الأزمات في بعض الأحيان على الشركات المنهارة، فكان للأزمة دور كبير جدا في رفع المكاسب التي تحققت في صناديق التحوط. أما بالنسبة لتوجه المجتمع إن كان بالشرق الأوسط أو حتى بالعالم، نحن نعلم بأن الأذن تصغي وهنالك من يقوم بالإعلان، لكن الإعلانات التي يتم طرحها عن صناديق التحوط تشير إلى الربح، حققت عوائد قياسية، حققت عوائد 12.3% بالمتوسط 10%، لكن لا يذكرون تكاليف الفرصة الضائعة. لذلك إذا أردنا أن نرى هنالك ارتفاع كبير بالفعل، والأزمات تزيد من احتمالية تحقيق العوائد في أغلب الأحيان، طبعا إلا التي تتوجه لأسواق الأسهم شراء، الأزمات في أغلب الأحيان تزيد من فرص تحقيق العوائد لصناديق التحوط، وبالتالي أعتقد بأننا سنشهد زيادة في التدفقات النقدية الداخلة إلى هذه الصناديق. لكني أدعو إلى الحذر والعلم في تفاصيل هذه الصناديق، وأن يقيم كل شخص المخاطرة التي يستطيع احتمالها، وأيضا يقيم هل يريد الاستثمار في كل شيء حرفيا، هذا ما أعنيه الاستثمار في كل شيء، أم يتوجه إلى استثمارات محددة أخرى قد تكون ذات عائد أعلى وقد تكون مخاطرتها أقرب إلى المنطقية بالنسبة لهذا الشخص. طيب أستاذ نزار سركيس، دعنا نختم يعني بنصائحك. أنا كمستثمر أو المشاهد كمستثمر أو كمدخر، لو تشرح بالتفصيل يعني كيف يمكن أن أستثمر أموالي في الصناديق من حيث إجراءات التداول، وإلى أين أتجه بهذا الخصوص منذ البداية؟ الآن بالنسبة لكيفية الاستثمار بشكل عام، أولا يجب تحديد المبلغ الخاضع للمخاطرة. فإذا كان ادخاري على سبيل المثال $1,000,000، فلا يجب أن أستثمر في كل هذا المبلغ، يجب أن أستثمر في جزء أستطيع احتمال خسارته أو خسارة جزء من هذا المبلغ. ثم في الخطوة الأخرى هي تحديد مقدار المخاطرة التي أستطيع احتمالها. وإذا عدنا إلى تعريف صناديق التحوط وكيفية التداول فيها والمشاركة فيها، هنالك بند مهم، هنالك فترات تسمى فترات الإيقاف، المستثمر سيكون خلالها غير قادر على سحب استثماراته. وأيضا السحب من صناديق التحوط هنالك بعضها قصيرة الأمد، أسبوعيا شهريا، لكن على الأغلب ربع سنوية نصف سنوية سنوية يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار، لأن النقد سيكون مجمد خلال تلك الفترة. الخطوات التالية هي التوجه إلى صندوق تحوط قد يكون موثوق، ولدينا في الوطن العربي بعض الصناديق التي كانت من أبرز الصناديق التحوط العالمية نستطيع أن نتوجه لها على سبيل المثال. لكن مرة أخرى أود أن أكرر، بما أن حضرتك سألت عن رأيي الشخصي وكيفية نصحي، يجب أن لا نستثمر كل الأموال المتاحة للاستثمار في مكان واحد. التنويع هو الأصل. أدعو للاستثمار لكن أدعو للاستثمار العاقل، أدعو للاستثمار المتوازن، ولا يجب أن نضع كل الأموال في مكان واحد. هنالك خيارات، ووضعت إثباتات تاريخية بقياس التحركات السعرية لبعض المؤشرات العالمية، فيجب أن يكون تنويع الاستثمار هو أفضل خيار خلال هذه السنة 2022 التي قد يعاني منها الكثيرون من انخفاض ليس في المال أو النقد، لكن من انخفاض في القدرة الشرائية لهذا المال والنقد.
نعم السيد سركيس نزار محلل الأسواق المالية، كنت معنا من العاصمة عمان، شكرا جزيلا لك وشكرا لك كذلك.